التجارب اللي كانت على الصعيد الوطني باش انه ما نستأنسوا بها ونستخدموا التجارب اللي مرات منها نتفادوا ربما بعض المعيقات اللي واجهتها. والحاصله انه هذه العمليه بدات تقريبا في 2013، بدات تقريبا واحد العام سنتين من الاشتغال على مدى واحد النظام اللي كيلائم نقولوا السياق المغربي، لحقاش كاين بعض المرات اللي كنطي هذه المبادره اللي جبتوها من برا وحطيتها لنا في المغرب، هذه مسألة زعما غير صحيحه. استخدموا التجارب الدوليه وخدينا بعين الاعتبار الواقع المغربي، والنتيجه عطاتنا واحد النظام اللي ملائم مناسب للخصوصيات ديال المقاولين وديال حامل المشاريع في واحد السياق اللي هو وطني مغربي من افريقيا. دونك كما قلت لكم دونك دايوغ المقاول الذاتي جا باش كاستجابه لدوك التحديين اللي ذكرتهم. دونك من جهه الاشخاص اللي عندهم حامل المشاريع اللي ما كانوش من قبل كيلقاو واحد الاطار اللي مناسب ليهم وملائم ليهم باش انهم يطلقوا المشاريع ديالهم. دونك جا في هذا الاطار كيعطي هذا النظام كيعطي هذا الاطار هذا المبسط جدا، لحقاش كاين واحد الارتباط ما بين هاد العنصرين. الاشخاص اللي ما كانوش كيلقاو واحد الاطار منظم يزولوا فيه النشاط ديالهم اوتوماتيكيين كيديروا النشاط ديالهم، ولكن في اطار غير منظم اللي كترتب عليه واحد العدد ديال الاكراهات. دونك زعما ماشي هذا هو المجال الدخول في التفاصيل ديالها. دونك مي زعما كيبقاو الهدفين الرئيسيين هو اولا تشجيع المبادره المقاولاتيه سواء حاملين حاملين الشواهد ولا حتى مثلا الاشخاص اللي ربما ما تمكنوش انهم يواصلوا الدراسه ديالهم، ايضا عندهم افكار مشاريع يمكن ايضا يديروا المشروع ديالهم في واحد الاطار مبسط اللي هو المقاول الذاتي. الشق الثاني هو الاشخاص اللي كانوا كيشتغلوا في واحد الاطار غير منظم عندهم الامكانيه انهم ينظموا راسهم بلا ما يضطروا انهم يمروا نفس الاجراءات اللي كتفرض على الاشكال القانونيه الاخرى. خاص ايضا رغم المجهودات اللي تبدلات في اطار تبسيط المساطر ديال تاسيس المقاولات، مازال واحد الفئه ديال المقاولات المشاريع البسيطه كتلقى بانه هذيك المساطر كتكون ربما معقده مكلفه وربما ما كتشجعهمش باش انهم ما يواصلوا المسار في اطلاق المشاريع ديالهم. دوك غنحاول زعما نقدم لكم اختصار من المقاول الذاتي ومن بعد نفتحوا واحد الباب ديال النقاش بالنسبه للاخوه اللي عندهم استفسارات ولا عندهم تساؤلات حول الموضوع ديال اليوم. النظام ديال المقاول الذاتي هو قلت لكم جا في 2015 وهو منظم بالقانون 114.13. كتشوفوا علاش هنا التقديم على المؤسسات اللي تذكرات في هذا القانون. هذا كاين المؤسسات ديالنا اللي كنمثلوها اليوم غرب المقاولات واللي عندها مهمه ديال مواكبه المقاولين الذاتيين، من بعد نرجعوا الى مختلف البرامج اللي كتوضعها باش تواكب هذه المقاولين الذاتيين. كاين مؤسسه اخرى اللي هي بريد المغرب. بريد المغرب تعطاته مهمه ديال تسيير السجل الوطني للمقاول الذاتي اللي كيتسجلوا فيه المقاولين الذاتيين، يقول مثلا هو المقابل ديال السجل التجاري بالنسبه للشركات. وهنا كاين واحد السؤال اللي يقدر يتبادر للذهن، علاش تم اختيار بريد المغرب زعما كمؤسسه كتسير هذا السجل هذا؟ هو جواب بسيط جدا، انه كان عندنا الهاجس ديال القرب من الفئات المستهدفه من النظام. نشوف واحد المؤسسه اللي عندها شبكه ديال الوكالات اللي كتغطي مختلف المناطق ديال المغرب، واكثر من ذلك اللي نقدروا نلقاوها في المدن الكبيره والصغيره، نقدروا نلقاوها في بوادي القرى. دونك من هنا جا الاختيار ديال الوكاله ديال عفوا ديال مؤسسه بريد المغرب. رغم ذلك بريد المغرب تقريبا واحد 1800 وكاله، رغم ذلك قلنا بانه ما كافيش باش تغطي باش تكون قريبه من جميع الفئات المستهدفه. والاستجابه على هذا التحدي هذا مؤسسه بريد المغرب دارت شراكات مع الابناك التجاريه الاخرى باش ايضا بحال عطاتهم واحد التفويض تسجيل المقاول الذاتي. وحاليا الوكالات ديال بريد المغرب مع الوكالات ديال الابناك التجاريه تقريبا ما يفوق 4000 وكاله اللي موضوعه راه الاشارات الاشخاص اللي بغاو يديروا النظام ديال المقاول الذاتي.
فيما يخص النظام ربما نقول عطيتكم تقديم عام ربما الصوره مازال ما واضحاش بالنسبه لكم نشوفوا لي دابا حاليا بعض المسائل التقنيه خاصه بالمقاومه الذاتي اولا نبداو بالتعريف ديال المقاومه الذاتي القانون عرف المقاومه الذاتي كل شخص يزاول النشاط بطريقه فرديه في المقاومه الذاتي كاين الكلمه ديال ذاتي يعني كيزاول بطريقه فرديه هو التعريف وفي نفس الوقت الشروط للحصول على الصفه ديال المقاومه الذاتي اول شرط ان الشخص يشتغل بطريقه فرديه الشرط الثاني فيما يخص النشاط اللي كيزاولو يكون نشاط داخل ضمن احد الانشطه المسموح بمزاولتها في اطار المقاومه الذاتي وهنا ربما تم تحديد لائحه ديال الانشطه والغرض انه النظام يبقى غير للاشخاص المستهدفين والمعنيين بالنظام ما بغيناش جميع المقاولين يجيو مثلا يتخطاو في قلب النظام المقاومه الذاتي باش يستافدوا من الجهاز ديال المقاومه الذاتي يعني نبداو لواحد الفئه معينه اللي كتزال واحد الانشطه محدده الانشطه تقدر تكون تجاريه تقدر تكون صناعيه حرفيه او انشطه تقديم خدمات هذا الشرط الثاني الشرط الثالث فيما يخص نقولوا الحجم ديال النشاط القانون وضع واحد سقف ديال رقم المعاملات اللي ما خاصوش يتجاوزوا المقاومه الذاتي باش يبقى محافظ على الصفه ديالو ديال المقاومه الذاتي السقف هو 200,000 درهم بالنسبه لانشطه تقديم الخدمات يعني نقولوا كاين واحد الهامش دونك حتى 20 مليون ديال السنتيم ويمكن لي نبقى في اطار ديال المقاومه الذاتي الانشطه التجاريه الصناعيه والحرفيه عندهم واحد الهامش ديال 500,000 درهم في السنه هذا نقول واحد السقف ولا واحد الهامش اللي يمكن المقاومه الذاتي ما يشتغل فيه ويبقى في اطار النظام ديال المقاومه الذاتي هنا عطينا ربما بعض التساؤل علاش هنا نقولوا ما تمش تحديد يقول واحد سقف او حد هو متعلق بالنشاط حتى كنقولوا بانه نشاط ديال الخدمات ما كيكونش مثلا بزاف ديال المواد الاوليه غالبا الشخص ربما كيستعمل غير نقولوا غير القوه الذهنيه ديالو يعني بالعكس انشطه اخرى ربما كيكون فيها مثلا كيشري مثلا السلعه اللي عاود يبيعها ولا مثلا شي صناعه تحميليه خاصو يشري المواد الاوليه ولكن هذا السقف ديال الانشطه الصناعيه الحرفيه والتجاريه دونك نقولوا اعلى من السقف ديال انشطه تقديم الخدمات دونك فيما يخص الامتيازات دونك هنا رجعنا وصلنا للصلب ديال نظام المقاومه الذاتي المقاومه الذاتي كاين امتيازات اول امتياز هو في سهوله الحصول على الصفه ديال المقاومه الذاتي ولكن في قبيلات كاين بعض المشاريع اللي بسيطه وصغيره الى مثلا جينا وفرضنا عليهم انهم يمروا بنفس المسارات اللي كتمر منها الشركه الشخص غالبا احيانا لا من ناحيه المسارات لا حتى من ناحيه ديال التكلفه بعض المرات داك المشروع ما كيتحملهاش يعني وهذا اللي كيجعل واحد العدد ديال المقاولين اللي دونك سواء كيسمح في المشروع ديالو ولا كيزاولو ولا كاين واحد الاطار غير مغطى يعني اول امتياز هو السهوله ومن بعد غادي نشوف المراحل ديال الحصول على الصفه ديال المقاومه الذاتي دونك السهوله قد يدير التكلفه دونك الانضمام للمقاومه الذاتي غير ممكن دونك كندخل المقاومه الذاتي بصفر درهم ما كاينش ديك نقولوا داك الكابيتال ولا راس المال اللي كيطلب في الاول التكلفه ما كاينش المساطر ايضا بلاصه المال ماشي مثلا عند شي فيديوسير ولا شي كونطاب يدير لي الاجراءات دونك ما كايناش يمكن انا راسي دونك نتسجل في المقاومه الذاتي طبعا بحال الا اشتراطي انني النظام الناسبني وكنحقق الشروط ديال النظام الامتياز الاخر فيما يخص نقول الجانب الجبائي المقاومه الذاتي عنده واحد ضريبه نقولوا خاصه به كتشوفوا هنا بالنسبه الأنشطة ديال الصناعة والتجارة والحرف عنده 0.5% بالنسبة للخدمات عنده 1% اللي كيديها على أساس رقم الأعمال المصرح به إلا بغينا نديرو واحد وجه المقارنة مع
الاطر القانونيه الاخرى لو كانش كتكون فرق الشركات راه تقدر توصل الطالبه عندهم حتى 30% بالنسبه للطالبه عند الدخل بالنسبه للموظفين الاجراء توصل حتى 38% حتى 44% يعني دونك هنا كنشوفوا زعما ضريبه اللي فريمون رمزيه وهناك ربما كنتفهموا حتى علاش تم تحديد الانشطه اللي يمكن لها ندير المقاول الذاتي باش ماشي نقول لواحد الشركه اللي كبيره مثلا المقاول الكبير يجي يتخطى مثلا خلف المقاول الذاتي باش يدي مثلا غير هاد الضريبه هادي علما ان هاد الضريبه بالنسبه لاخواننا ربما تعرفوا على المقاول الذاتي قبل 2019 هاد الضريبه كانت 1% او 2% الى غايه 31 جانفي 2018 ابتداء من فاتح يناير 2019 هبطنا هذه الضريبه بطبيعه الحال بعد نقولوا مناقشات وماراثونيه مع اداره ديال الضرائب مع باقي المفاعلين زعما الهدف انه نجعلوا هذا النظام هذا اكثر مرونه واكثر سهوله وحتى نخفضوا حتى العيب على المقاولين الذاتيين. القضيه ديال المساطر دونك هضرنا عليها مساطر مبسطه واكثر من ذلك انه المقاول الذاتي معفي من بعض الالتزامات اللي مفروضه على باقي المقاولين الا خدينا مثلا الجانب ديال السجل التجاري وديال كسب المحاسبه كاين مدونه ديال التجاره اللي كتفرض على اي مقاولين الا حيدنا غير الناس ديال الفوكفيتير باقي الاطر الاخرى مفروض عليه انه باش يحصل على الصفه ديال القانونيه تسجل في السجل التجاري وتكون عنده كسب محاسبه مقاول الذاتي معفي من هاد الشقين هادو هو معفي من تسجيل السجل التجاري ومعفى من كسب المحاسبه رقم المعاملات اللي درنا عليه قبيلات وحتى نقولوا التصريح ديالو بحال التصريح بالشرف ملي غادي يمشي يصرح برقم المعاملات ما كاينش مثلا شي جهه اللي غادي تجي وتقول لي مثلا عطيني وثائق اللي كتثبت ذاك الرقم الذي تم التصريح بطبيعه الحال هذا زياده في تبسيط المساطر المسألة ديال التوطين ديال النشاط كاين عدد ديال المشاريع اللي كيلقاو صعوبات باش يلقاو واحد المقر يزاولو فيه النشاط ديالهم النظام ديال المقر الذاتي عطى واحد المرونة واحد السهولة بالنسبة للناس اللي ما كيتوفروش على مقر مهني ولا محل مهني ولا ما يقدروش يوفروه مثلا يمكن لهم يبنوا النشاط ديالهم في محل ديال السكنة واكثر من ذلك المحل ديال السكنه هو محمي قانونيا يعني غير قابل للحجز طبعا بالنسبه للناس ربما يقدروا ياخذوا التزامات مثلا مع بعض المؤسسات وتوقع بعض المشاكل بعض الاكراهات وكيبقى المقر الذي تم التوطين فيه النشاط مع نقولوا محمي قانونيا من الحجز. مسألة ديال الفوتره ايضا امتياز زعما مهم جدا ومرتبط بالنشاط ديال المقاول الذاتي زعما الا خدينا مثلا واحد الحرفي اللي كيشتغل نقولوا بدون اي اطار كيبقى الاشتغال ديالو محصور نقولوا البول في الزبناء في المحيط ديالو ربما في المعارف ديالو يمكن مثلا واحد النهار يمشي مثلا ويدق الباب ديال شي مؤسسه ولا ديال شي جمعيه ولا ديال الشركه ويعرض عليهم الخدمات ديالو ملي غادي يحل لي الباب السلام عليكم وعليكم السلام شكون انت انا مثلا كندير حرفه معينه مثلا طوبي ولا بريسيان واش عندك الاوراق ولا ما عنديش ولا بديت حنا ما نقدروش نخدموا معاك يعني نقولوا حتى الهامش ديال الاشتغال ديالو كيبقى محدود المقاول الذاتي وربما قبل ما نهضروا على المقاول الذاتي هاد الناس هادو اللي كيجيو مثلا شي مره شي مارشي ولا شي بريكول وكيطلبوا منهم انهم يعطيوهم فاتوره اغلبيه ديال الوقت كيضطروا انهم يقلبوا على الفاتوره من شي اخرى كاين مثلا كي مر على واحد الصديق ديالي عنده ربع من الشركه وكياخذ الفاتوره من عنده علما انها كتكلفو تيقول لي لا خاصك تخلص لي ديال التيفيا 20% خاصك تعطيني واحد النسبه ديال الربح دوك كيدخل في واحد المتاهات وكيلقى بانه هو دار مجهود وقدم واحد الخدمه ولكن المقابل مثلا الربح قسمه مثلا مع واحد الشخص اخر اللي عطاه مثلا واحد الفاكتوره لحقاش الاخر موظف المقاول الذاتي عنده الامكانيه انه يعطي الفاتوره بسميته بلا ما يدخل في هذيك المتاهات ويقلب شكون اللي يعطيه الفاتوره وملي كنقول انه يعطي فاتوره حتى المارشي ديالو كينفتح كيبقاش يشتغل غير بحال البارتيكيين بحال زبناء عاديين اللي يشتغل مع المؤسسات وهنا ربما الناس اللي متابعين الاحداث
مؤخرا تم الإعلان على فتح باب الصداقات العمومية في وجه المقاولين الذاتيين والتعاونيات. نبقاو في الشق ديال المقاولين الذاتيين، يعني غدا حاليا كيتم الشغل على تحيين المرسوم ديال الصداقات العمومية، يعني غدا ملي غادي يتم الصداقة عليه حتى المقاول الذاتي يمكن له أنه مثلا يكون واحد الصفقة اللي كيشتغل مثلا في واحد المجال اللي كيشتغل فيه، يمكن له أنه يقدم العرض ديالو. بعض المرات مثلا إلا كان حتى مرشي كبير يمكن له يجتمع مع مقاولين ذاتيين آخرين باش يقدم واحد العرض ديك الصداقة العمومية. الوكالة ديالنا حنا قبل ما يخرج هذا المرسوم هذا كنا سباقين إلى الاشتغال مع المقاولين الذاتيين، دونك بدا عام 2016 بقينا خدمنا معاهم. ما هادشي باش نقول لكم بأنه السيد إلا ما عندوش الوراق كيبقى الهامش ديال الاشتغال ديالو كيبقى محدود، دونك ملي تيكون عنده الوراق كيمكن له أنه يوجه لأسواق أخرى اللي ربما ما كانش ماشي ربما اللي معمول ما كان بالإمكان أنه يوصل ليها إلا ما كانوش عنده الوراق اللي تنقولو بالعربية. كاين واحد الشق ديال الاجتماعي، المقاولين الذاتيين وهنا إلا شفتو كاين بالأحمر في طور التشعيم، المقاول الذاتي عندو تغطية صحية وعندو نظام ديال التقاعد، وهذا زعما من بين الامتيازات اللي بالإضافة إلى الامتياز ديال الفاتورة، من بين الامتيازات اللي نقولو كتعني مباشرة نقولو واحد العدد كبير من المهن ومن الانحراف اللي داخل في المقاول الذاتي. قلنا في طور الإنجاز علما أنه حنا دابا في الأمتار الأخيرة للتشعيب هاد الأنظمة هادي، نتمنى إن شاء الله أنها تخرج في 2019 باش المقاولين الذاتيين يستافدو. وهنا نفتح غير واحد القوس باش نقول لكم بأنه هاد الأنظمة ديال تغطية الصحة والتقاعد، الناس اللي متبعين الأحداث والأخبار، كتهم واحد الفئة عارضة اللي منها الحرفيين، المهن المستقلة، التجار المستقلين، العمال المستقلين، ضمنها المقاول الذاتي. وكاينه بعض الفئات اللي كتسنى هذه التغطيه هذه لمده عقود منذ الاستقلال، منذ الستينات والسبعينات وما كيتسنى. كاين فئه ديال الاطباء، المحامين، الطبوغرافيين الى غير ذلك، ما عندهمش تغطيه خاصه بهم. كاين الناس اللي كيديروا تغطيه في القطاع الخاص، القطاع الخاص كتكون التكلفه مرتفعه، كتكون النسبه ديال التغطيه كتكون محدوده، كما كان الحال ما كتبقاش بحال واحد من التغطيه اللي الرسميه ديال هاد الفئات هادي. المقاول الذاتي كنتمنى انه يكون من بين الفئات الاولى اللي ان شاء الله تدخل هذا النظام باش تستافد من التغطيه الصحيه ومن النظام ديال التقاعد. يعني كاين جوج ديال المسائل في هادي، وان شاء الله نقول لكم نتمنى انه في 2023 ان شاء الله تفعل هاد الانظمه هادي. فيما يخص المواكبات نحاول نرجعوا ليها ان شاء الله في اخر الحديث ديالي، نهضروا على بعض البرامج اللي كديرها الوكاله من اجل دعم المقاولين الذاتيين. دونك كاين امتيازات ديال المقاولين الذاتيين، كاين ايضا التزامات اللي كما كنحكي كتبقى التزامات محدوده. زعما الفكره انه انا مثلا شخص اختاريت انني نشتغل في واحد الاطار منظم، يعني تيكون واحد الحد ادنى من الالتزامات. اول التزام ديال المقاول الذاتي واللي كان خاصني نديرو في راسي مثلا من نهار تسجلت هو فيما يخص التصريح برقم الاعمال. وتنقول التصريح انه ملي دخلت، يعني خاصني نعرف بانه من 3 شهور ل 3 شهور خاصني نصرح برقم الاعمال ديالي كما كان هذا رقم الاعمال. نقدر نقول مثلا واحد 3 شهور ما روجش فيها حركه كنمشي كنصرح بصفر درهم ما كنأدي عليها والو، ولكن التصريح تيبقى زعما الزامي ولا واجب بالنسبه لكل مقاول ذاتي. عندكم هنا المراحل ديال التصريح، عندكم 3 شهور 3 شهور من يناير حتى مارس، عندي شهر 4 بحال حنا اليوم دخلنا في شهر 4، يعني المقاولين الذاتيين دونك بداو من الامس كيصرحوا برقم المعاملات ديال الربع السنوي الاول، عندهم شهر 4 كامل، من 4 حتى 6 كيكون عندهم شهر 7 كامل باش يصرحوا به الى غير ذلك. القضيه ديال اداء الضريبه في حاله ما اذا صرحت رقم معاملات اللي هو ايجابي يعني روجت على حسب
سميتو المبلغ اللي صالح لي كتحسب لي الضريبه وكنديها سواء 0.5% او لا 1% ايضا ثلاث شهور. كاين بعض الالتزامات اللي ما مرتبطاش بالنظام القانوني، دونك بحال مثلا الحصول على بعض التراخيص وبعض الوثائق مثلا الواجبه لمزاوله بعض المهن، سواء كنت مقاول ذاتي ولا شخص ذاتي ولا اي قانوني اخر، يعني ديك الشروط متعلقه بالنشاط ديالي. وكاين واحد الالتزام فيما يخص بعض الانشطه اللي كتعلق مرتبطه بالسلامه والصحه ديال المواطنين، مثلا متعلقه بالمواد الغذائيه ولا بعض المواد ديال التجميل، دونك هذه كتخص المقاول الذاتي كباقي الاطر القانونيه الاخرى يحترم القواعد ديال السلامه وديال الصحه. باش انا نشوف كيشتغل في واحد الاطار منظم، كاين بعض سميتو بعض المقاولين ايضا باش نكلو انهم يروجوا المنتوجات ديالهم من اللي مثلا غادي يجي يبغي يشترك في واحد المعرض، خاصو يطلبوا واش ديك المنتوجات ديالي واش اللي صيفطتي فيه واش انت مرخصه، وحتى هو التنقيب دوكو كيفتح لي مع السواق كيفتح لي مجال انه يشتغل ويروج المنتوجات ديالو على نطاق واسع. نشوفوا حاليا بعد نقولوا المراحل، ماشي بعد المراحل، نشوفوا المراحل ديال التسجيل في نظام المقاول الذاتي. كما قلت لكم اهم امتياز هو ديك السهوله ديال التسجيل. عندكم ثلاثه ديال المراحل، نحاول نمرر عليها بسرعه ما ندخلوش في التفاصيل. المرحله الاولى عندكم الموقع للناس اللي بغاو معلومات اضافيه، كاين المرحله الاولى تسجيل في السجل الوطني للمقاول الذاتي، دونك عندكم الموقع rn.org.ma، دونك كندخل كنتسجل فيه كندخل المعلومات ديالي. في اخر هذه المرحله هذه كتودع على الاشاره ديالي واحد الاستماره اللي كتحتوي على المعلومات اللي دخلت في النظام المعلوماتي. هذيك الاستماره هي كتكون اول وثيقه باش كنتسجل، كنضيف ليها نسخه من البطاقه الوطنيه وصوره شمسيه، وهذا هو الملف ديال المقاول الذاتي، وكنوضعها عند اقرب وكاله بنكيه اللي تقدر تكون مثلا وكاله بنكيه قريبه من المحل ديال السكنه ديالي، تقدر مثلا تكون قريبه من المحل ديال الشغل ديالي، تقدر تكون واحد الوكاله اللي عندي تعاملات تجاريه فاتح عندهم الحساب ديالي، يعني كيبقى الاختيار ديال الشخص في اختيار الوكاله اللي بغيت تسجل فيها.